السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غادي نديروا تحليل مباراه اللي كانت بين فريق العاصمه باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق الاندلسي اشبيليه الاسباني. رغم ان المباراه وديه الا انها مهمه بالنسبه لنا كمغاربه بحكم ان الفريقين فيهم اجود اللاعبين المغاربه، وايضا لابد نوقفوا على الجاهزيه ديالهم للموسم القادم. كنا كنعرفوا ان باريس سان جيرمان بقياده المدرب الارجنتيني ماوريسيو روبرتو بوكيتينو تروسيرو، وبين قوسين راه بوكيتينو بحال بوتشينو بحال الا قلتي تشافي او زافي يعني نفس الشيء. المهم بوكيتينو دخل بالتشكيله في حراسه المرمى نافاس، ثلاثي خط الدفاع كورتزاوا كيريف اشرف حكيمي، في خط الوسط عندنا اندري هيريرا ادريسا غاي ودينا امبيبي، اما في ثلاثي خط الهجوم عندنا دراكسلر ايكاردي واسماعيل غربي. اما مدرب اشبيليه جونيا لوبيتي كيدخل بهذه التشكيله في حراسه المرمى ياسين بونو، رباعي خط الدفاع عندنا السيربي نيمانيا كوديلي الرقيق خوسي انخيل وخيسوس نافاس، اما في ثلاثي خط الوسط راكيتيتش واوسكار وجوردان. اما في ثلاثي خط الهجوم عندنا في الجهه اليمنى سوسو، في الرواق الايسر اوكامبوس وكراس حرب المهاجم المغربي يوسف نصيري. بادئ ذي بدء، وباش نكونوا متفقين المباراه ما غاديش تكون فيها الشراسه او الاندفاع البدني او حتى السرعه في الاداء، هي فقط مباراه وديه اعداديه لرفع المستوى او المعدل البدني وتصحيح الاخطاء استعدادا للاستحقاقات القادمه. بعد بدايه المباراه باربع دقائق فقط شفنا اشرف حكيمي تعصب على حكم المباراه بسبب تدخلات العنيفه ديال فريق اشبيليه، ولكن اول خطوره على المرمى في المباراه كانت من جانب اشرف حكيمي في الدقيقه 4 بعد ما خلق راسو المساحه كيف العاده لقى راسو راس الكور مع بونو فاس فاس فرابا لابال ديالو، ولكن مشات جانبي وعلى شويه كان غادي يكسل لينا ياسين بونو. والصراحه اشرف حكيمي والله حتى بزاف، واللي تفرج في الماتش غادي يعرف شنو باغي نقول، كتحس بيه كان كيلعب مع باريس سان جيرمان منذ سنين. الانسجام اللي بينه وبين اللاعبين داخل ارضيه الملعب ملفت للنظر، وايضا حتى اللاعبين ديال باريس سان جيرمان تايقين فيه بزاف، اي بناء للهجمه كيبداوها من الجهه ديال اشرف حكيمي. وانا كنتفرج في الماتش بحال تفرج في النسخه ديال الانتر مع انطونيو كونتي، نفس السيستيم ونفس الاسلوب. اما في الدقيقه 37 كيبان لنا يوسف نصيري بعد ما استغل السرعه ديالو انفرد راسو راس الكور امام كيرو نافاس اللي صيد منه بيلانتي، ولكن للاسف بعد ما كنا كنساينو يوسف نصيري هو اللي يشير بيلانتي كنتفاجئوا براكيتيش هو اللي كان واقف على الكره، وبذلك يسجل الهدف الاول في المباراه والاشبيليه في الدقيقه 37. وهذا الهدف كان عكس مجرى المباراه، وبصراحه كنا باغين يوسف نصيري هو اللي تيريها، ولكن المهم هو نصير في الشوط الاول بلبليك دفاعات باريس سان جيرمان. اما في الشوط الثاني كيدخل باريس سان جيرمان بقوه في الدقيقه 48، كما قلت لكم الخطوره من جهه اشرف حكيمي كيف العاده ما شاء الله استغل المساحه بالسرعه ديالو وطلق لك واحد الباس ماشي اسيست ولكن ما قبل الاسيست اللي جا منه هدف التعادل، وللاسف تماركات على ياسين بونو. عموما اداء اللاعبين المغاربه في هذه المباراه كان اقصى من رائع، وفي الاخير كتبقى مباراه وديه اعداديه فقط. وقبل ما نساليو الفيديو ديال بزاف ديال الناس قالوا لي قبل بدايه هذه المباراه شكون نشجع، واش باريس سان جيرمان اللي فيها اشرف حكيمي او اشبيليه نصيري بونو الحدادي الادريسي؟ راه القضيه ابسط مما كتخيلوا، بحال هذه المباراه فقط تفرجوا واستمتعوا وعيشوا اللحظه واللي جا بسم الله. وختاما كيبقى الراي ديالكم في المستوى ديال المباراه وايضا مستوى المحترفين المغاربه في هذه المباراه الوديه، في انتظار مباريات رسميه ان شاء الله. وكيف العاده كان معكم اسلام، ومع السلامه.